دي بذور الجتروفا، نبات الجتروفا ده نبات زيتي. ايوه. وده تم تجميع البذور وزراعتها على اساس ايه؟ اعداد شتلات من البذور. لكن هو برضو ممكن يتعمل منه كاتس او عقل، والعقل تتزرع تكاثر خضري. تمام. تكاثر بالبذور وتكاثر خضري. تمام. ده التكاثر اللي هو بيتم عن طريق الايه؟ البذره. وده عمرها حوالي مثلا اسبوعين او اسبوع 20 يوم بالظبط. 20 يوم عمرها بدات تكون اوراق فلقيه واوراق خضريه. طبعا هتتنقل في اساس اكبر وتعطي نموه اكبر بعد كده. يعني ده النمو بتاع الجفروفة اللي ورا الكبيرة، الأشجار الكبيرة دي. يعني أشجار الجفروفة طالعة طبعا، فبناخد منها عقل ونزرعها وتكون أشجار جديدة وهكذا يعني. يلا يا أولاد. حركة الزلازل تحت الأرض يعني، فعشان ما نوصلوش كهرباء يبقى ياخد الكهرباء بتاعته من، لو كهرباء قطعت يعني ما يبقى قفش يعني. تمام. فهو بيرصد دايما باستخدام طاقة الشمسية، بتحول طاقة كهربية ومشغلة الجهاز اللي هو بيرصد حركة الزلازل في بطن الأرض. تمام. حلوة. حلوة فعلا.